تخفيضات البلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء بيعتبر موسم تخفيضات بينتظر معظم الناس من السنة للسنة، وكالعادة شهدت المولات ومراكز التسوق ازدحام كبير من المتسوقين الراغبين في الحصول على منتجات جديدة بأسعار مناسبة، خاصة في مجالات التسوق في الملابس والأحذية وغيرها. وسألنا الناس وأصحاب المحلات عن العروض والأسعار أو نسب التخفيضات. احنا كل سنة بيبقى نسبة تخفيض فوق 50%، من 50% في 60%، والمحل تقريبا كله بيبقى عليه خصومات. العملاء بتستنى اليوم ده من السنة للسنة، والحمد لله احنا بنبعت دايما بنهتم بالعملاء. أسعار مناسبة، يعني ان هي بلاك فرايدي ان هي غلت من فترة، ففي ديسكاونت دلوقتي على بعض الموديلات سواء ملابس، منتجات غذائية، أجهزة كهربائية، في خصومات كويسة. يعني صراحة السنة اللي فاتت واللي قبلها كان أحسن، بالذات اللي قبلها يعني كان 2019 كان خصومات حلوة. يعني الصراحة السنة دي مش مناسبة خالص، السنة اللي فاتت كانت أحسن بكتير والأول، يعني هو أصلا يعني البراندات فاضية أصلا. في حاجات أنا جايبة عليها نسبة 70% وفي حاجات 50%. كان في أوفرز كتير جدا، بس مش كل البراندز طبعا، بس الحمد لله يعني عرفنا نجيب في التخفيضات حاجات كويسة. يعني مش حلوة خالص، بيضحكوا علينا أصلا، بيضحكوا علينا، بيقولوا مثلا إن هم بينزلوا في الأسعار ومش بينزلوا في الأسعار. في حاجات بتبقى عجباك تقول لك لا ده نيوش كوليكشن. لما بيبقى في بلاك فرايداي أو بيبقى في ديسكاونت بره بتبقى لا بتحس فرق كبير قوي في الأسعار، نسبة الديسكاونت بتبقى عالية. هنا مش قوي، يعني هنا بتبقى النسبه يعني متحسسكش ان السعر فعلا قل. يعني الزحمه دي يعني جايه كده، الناس جايه يعني لا الناس دي عارفه، الناس دي واقفه مستاذره مثلا تخش محل بالطابور عشان فاهمه انها هتدخل تلاقي تخفيض كويس. كل واحد ليه سيل، بس السيل دوت بيبقى نسبه على 100 في كل المحلات، بس الموضوع كويس. في حاجات سعرها بيبقى طبيعي وفي حاجات سعرها هم فعلا عاملين فيها ديسكاونت، اللي هم الحاجات مثلا اللي هي ممكن تبقى من السنه اللي فاتت. الكلام ده تحس ان الاسعار زايده وبعد كده متغيرت، مفيش فرق كبير، والاسعار هنا غير بره، يعني بره حاجه تانية خالص. على الرغم من اختلاف اراء المتسوقين حول التخفيضات، الا انه يبقى الوايت فرايدي هو موسم سنوي بينتظره كتير من الناس لشراء احتياجاتهم المختلفه باسعار تتلائم مع قدرتهم الماديه، وفي نفس الوقت هو فرصه كبيره لاماكن التسوق لتحقيق نسب مبيعات مختلفه عن مبيعات طول العام. محمد الريس، الحكاية، MBC مصر.